هذا هو مسعود. روح معهم والشباب رح يوصلوك على معسكر الجبل. هالفترة لا تقرب على أبي لأنه هلأ متضايق منك كتير. اتفقنا عمي؟ ولا يهمك مسعود، أنا بعرف اتفاهم معه. أنت خلص اطمن، بدي إياك تبيض لي وشي. إيه عمي؟ تتوصوا فيه منيح، الزلمة صاحبنا. خلص ولا يهمك. شرف معي أخي مسعود. يلا شو ابن الراجي انضم للتنظيم كمان؟ وينك يا راجي؟ وينك؟ وينك؟ وهلا مسكتك. انا ما قلت لك بعد عنه؟ لك انت واحد عقير، لعبت بعقل الصبي ما هيك يا كلب؟ لا انا ما عملت له شيء، هو هيك بده. لا انه هنيك احسن له امراه، شو ذنبي انا؟ انت السبب بكل شيء. لوين اخذت الولد؟ احكي. لا اصحك طق، ما بعرف لوين راح صدقني. احكي ولا والله بقتلك. راجي راجي اصحك، فكر ما حدا غيرك معه فرد. وقف، طول بالك شو جنيت انت، طول بالك يا نسر سلاحك. بديت له لهالكلب، عم يشتغل مع التنظيم، هو اللي خلى ابني يطلع على الجبل. خلص خلص وقف وقف، انا مالي علاقه، ابنك هو اللي طلع من حاله. وقف كذاب يا واطي. لا يا شباب تركني. خلص عم راجي خلص وقف، بعد عنه حاجة. وقف اسمعني شو بدي اقلك. هلأ شفت ابنك، صدقني كان طالع لحاله من الضيعة. جواد ما له علاقة، ليك مسعود لساته شاب، وقت اللي بيعرف غلطه اكيد رح يرجع. ها خلص وقف ماشي. اذا ما بيرجع ابني رح تندم جواد. كتر خيرك. ايه يلا امشي روح. اللي شو لك شغل مع زينب؟ خلص حنان، شغلة سرية ما بدي إلك عليها. هلأ الآنسة شو لها شغل مع شقفة راعي مثلك؟ وعم تعيريني كمان؟ احكي بقى شو فيه؟ خلصنا بقى حنان، ما فيني أحكي لك. شو هالدبقة؟ بتموت إذا علينا. والله ما فيني أحكي. احكي عليها. حنان أنا بورجيك، أنا بورجيك، هيك وقعتني يا غليظ. تعال هون والله لكسر راسك، انا بورجيك. بسيطه حسابك بعدين، انا بورجيك.